أيها الإخوة، هذه النقطة دقيقة جداً. علة الدعاء أن تتصل به. هناك نخبة من البشر يتصلون بالله عز وجل من دون مشكلة، من دون مصيبة، من دون ابتلاء. هؤلاء الأنبياء والمرسلون وكبار العلماء، الصديقون، الصحابة الكرام، لكن عامة المؤمنين يحتاجون إلى بواعث، إلى دوافع، إلى محفزات. أحياناً يضعف الإنسان أمام مشكلة ليس له إلا الله، يدعو الله عز وجل فيستجيب له فتزداد عقيدته بالله، يدعو الله فيستجيب له ويذوق طعم القرب منه فيلزم هذا الباب. كم من مشكلة سببت قربا من الله، كم من مشكلة سببت عودة إليه، كم من مشكلة سببت قربا منه. ضاقت صدور أحبة وعليك قد ذرفوا الدموع باللطف.